هذا اعتبره ان استهتار بامن وسلامه المواطن، وان المواطن دائما كيمشي في ده. لما واحد بنا بتعمد التجاوز ديالو بلا رخصه، بلا بيرو كونترول، بلا مختبر، بلا واحد كيتشونتي، بلا واحد البيفي تشونتي اللي كيدار ما بين المصالح المتداخله اللي كتراقب وكتاشر ليه، هادشي خطير. من يحميه؟ من يتستروا عليه؟ انا راه ضيق ليا المزاج. انا وفي دولة القانون والمؤسسات وكاين التجاوز. لما كنتكلم رئيس اللجنة الإقليمية للتعمير هو العامل، لما كنقول ضباط الشرطة القضائية كنمشي للباشا لأنه هو الرئيس ديال القيادة، لما كنتكلم على الشرطة إذا كنقول الرئيس البيطو خاصو يمشي للابوراتوار باش يشوف واش داك البيطو واش في النور ولا ماشي في النور. الحديد واش احترم النوع ديال الحديد لأن راه وزن انا موج اذا فينو كيتشونتي كنهضروا على العمارة. ايه هذا المجلس اللي كاين في تمارة ما عارفينش حقيقة تواجدهم في جامعة تمارة. المشاكل في واد وتصوراتهم وقراءتهم هما في واد منافي للواد اللي خصو ياخذوه هما ويشخصوا هما ويعرفوا علاش هما. العلاقة التعاقدية اللي عندهم مع المواطن ماذا ما هو مطلوب منهم؟ للأسف تغيب الكفاءة، تغيب المهنية، تغيب عدم الفهم اللاصق للقانون المنظم للجماعة الترابية واختصاصات الجماعة الترابية. وحتى الرئيس أقولها وأتحمل مسؤوليتي الأخلاقية لأن لدي شجاعة أدبية وجرأة سياسية في أن أسمي الأشياء بمسميات ليست له الأهلية، لا يدري ولا يعلم بكيفية التعامل مع طبيعة التراكمات والإكراهات التي تخبط فيها الجماعة. فما قلت لك في قانون التعمير 25/90 كاين ضوابط ومعايير ومقتضيات وآليات ديال كتحدد كيفية إنجاز التجزئة السكنية، وفي المقابل كاين ضوابط وآليات اللي كتنظم المجموعات السكنية. هنا كاين فرق ما بين الرسوم إحداث الرسوم العقارية في التجزئات وما بين إحداث ملف تقني وبناء تشييد، هما نفس المعايير ولكن هذا كاين فيه غير لي بورن إحداث على حسب لا نوت ديال لاجون سيربا، على حسب التنقيط ديال التصميم ديال التجزئه عنده ضوابط ديالو. قلت لكم المتداخلين فيه شكون؟ لما كنقول المجموعات السكنيه عندهم واحد الاضافه. علاش؟ لان التجزئات السكنيه ماشي هي المجموعات السكنيه. المجموعات السكنيه فيها شقين، فيها شق ديال البناء والتشييد ديال الشقق في المجموعات السكنيه، وفيها ملف تقني اللي كيرتبط بتهيئ البنية التحتية فيما يتعلق بالصرف الصحي، الواد الحار، الإنارة، تصريف مياه الشتوية، يعني الاتصالات المغرب، وهادشي كيشرف عليه بشكل مباشر لأن اللي عنده اختصاص هي الوكالة الحضارية، هي اللي كتراقب، هي اللي كتأمر، هي اللي كتنهي بتداخل ديال رئيس اللجنة الإقليمية ديال التعمير اللي هي في شخص العامل والباشا، لأن ضباط الشرطة القضائية القانون 65 والقانون 163 كيعطيهم الحق والاختصاص في زجر ومعاقبة وإيقاف جميع البناءات اللي هي مخالفة لما هو مرخص له. حنا لما كنجيو بعض الأحيان كنلقاو تجاوزات خطيرة. تواطؤات. أنا ما باغيش أخي عبد الله، أنا لست ضد الاستثمار، لست ضد المقاولة. أنا مع تشجيع الاستثمار والمقاولة ولكن في إطار القانون، في إطار ما ينص عليه القانون، لأن نحن دولة المؤسسات لا يحق لأحد أن يتجاوز القانون. كنا عندنا دستور، عندنا قانون كينظم الحياة اليومية للمواطن المغربي، يجب التقيد وربط المسؤولية بالمحاسبة. ما يمكنش لنا شي نعليه وشي ندليه، نحن مواطنين، كاين قانون، كاين تشريع، كاين مؤسسات،
كاينه مجموعه الدوله لم تقصر في جهه. لما كنتكلموا على التعمير دارتنا قانون التعمير، لما كنهضروا على التجاره دارتنا مدونه التجاره، لما كنتكلموا على العقار دارتنا قانون العقود والالتزامات، لما كدارتنا البيع والشراء حددتنا مدونه التجاره. اذا الاشكال هو في كيفيه الاقتباس والتنزيل مع بدون سوء نيه. هنا انا كنقولها وكنتحمل، كاين سوء نيه في التعامل مع القانون وغض الطرف من اجل المنفعه. والباباراس ما كيبقاش. شنو وقع بالضبط في المشروع؟ هذا المشروع اخي ديالي انا لما كنشوف المجلس، رئاسه المجلس كتعطي بعض بحال ريسيبسيون بروفيزوار، بحال كونفورميتي، بحال هادي بحال هادي، قانون لا كونفورميتي كتعطي المجموعه السكنيه، لا ريسيبسيون بروفيزوار كتعطي التجزئات السكنيه. حيت المجموعه السكنيه فيها شقين، قلت لك التقني، لا ريسيبسيون برو كتعطى كوتي تكنيك، ولا كونفورميتي كتعطي في التشييد والانجاز. انا باش كنشوف مجموعه سكنيه تعطاتها لا ريسيبسيون بروفيزوار، هنا بديت كنتسائل واش كاين هادي، واش هادي، واش بوقع، واش فيلات، واش هادي، واش هادي، واش هذا غير دوسي تكنيك. لقيتو مجموعه سكنيه. لما سالت الرئيس قلت له شنو كدير فيها خرق للقانون، قال لي انا رئيس كنتحمل مسؤوليتي. قلت له ما كاين مشكل، ما كاين مشكل السيد الرئيس، انت راك راكب في العماريه، هزوك حطوك بدون وجه حق، ما عندي مشكل، ولكن خلصت قناعتي ان اكاتب من لهم الحق في المراقبه وزجر وتتبع الجماعه الترابيه. راسلت المجلس الجهوي للحسابات، وراسلت في المقابل مفتي وزاره الداخليه. اما فيما يتعلق بهذا الملف هذا كان عندي اليقين انه في خروقات وفي جرائم في التعمير، فلما كتبت واطلعت وجدت ما يندى له الجبين ويشيب من هوله الولدان، كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ هل الدولة سوف تتخذ القرارات الصائبة في ردعها لكل من ثبت انه تورط بشكل مباشر او غير مباشر في هذا الملف؟ لا يهمني الامر، نحن سواسية. صاحب الجلالة نصره الله وأيده يقول في خطاب العرش الذي هو تعاقد ما بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، إذا جعلتم على رؤوسكم فاسدين فإن مسؤولية الوطن على رقابكم ولا تقبل منكم الشكوى. أنا ما لست أداة حكم، أنا ما خلصت قناعتي بل ورته في سياق وأحلته على الجهات المختصة. الآن ما عنديش حق ديال الإفتاء. لا ماشي الإفتاء، ممكن تجاوز، كاين تجاوز قانوني. اللي هو عدم احترام، عدم احترام ديال زونينغ ديال تصميم تنقيطي ديال المكان شنو فيه، والقضاء والدولة، لأن هذا الموضوع داخل في أجهزة ديال الدولة كتقوم بواجب ديالها، ما يمكنش ليا نصدر أمور، لأنني كنآمن بالمؤسسات، كنآمن بالأجهزة، كنآمن هادو. المهم كاين بحث، كاين تقصي، الأيام كفيلة لكي تحدد هذه الواقعة بأبعادها وأطرافها ومتداخلين فيها. ما حتاشينش الصعوبة، أنا عارف على الأقل شنو بعض المشاكل اللي لقيتوها اللي موجبة لهذا اللي كانت وراء هذا الشكل. هي عدم احترام ما هو مخصص في المكان طبقا لتصميم التهيئة وزونينغ والتنقيط ديال 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 المكان.
شنو كان فعلك؟ لا داعي خي عبد الله، خلي الامور. شوف خي عبد الله، خلي الامور كافي الايام. انا ما بغيتش نصدر احكام ونوضح الامور، لان هادشي مازال فيه سريه وفيه تعامل، وما بغيتش عاوتاني نبدا نوضح. خصني نحترم، فهمتي؟ لان انا راه هو لا داعي الاسم ديالو، راه تابعني بشكايه ديال التشهير وديال هادي وديال هادي وديال هادي، مع العلم انني قلت رايي. انا منتخب، بان لي بان ديك الشهاده اللي خارجه من الجماعه في عمقها ماشي في مساطيرها. المساطير راه دارت البروسيدير ديالها وتخلصت للجماعه ولات عندها قوه قانونيه، ولكن هل احترمت ما نص عليه القانون؟ ما اظن ذلك، فهمتيني؟ انا رسالتي كنديرها، انا كنعلنها من هذا اللقاء مع خي عبد الله بوصحابه مع منبر اخبارنا، غادي نلتجئ في اي ملاحظه راحت، في اي تجاوز وجدت، غادي نلجأ للاجهزه والمؤسسات الموكول لها قانونا الوقوف على التجاوزات والخروقات داخل جماعه التمارة. بغينا نعرفوا دابا شكون المسؤوليه تاكيدا كتقع على العاتق ديال واحد من الاطراف اللي كاينين دابا. شوف انا هذا المشكل قلتي كان مسؤوليه، معناه ان كان تواطؤ. أيه. دونك شكون اللي كيتحمل المسؤوليه في هذا؟ كل حسب اختصاصي في هذه النزيله. كل حسب اختصاصي. لما كنتكلم رئيس اللجنه الاقليميه للتعمير هو العامل. لما كنقول ضباط الشرطه القضائيه كنمشي للباشا لانه هو الرئيس ديال القياد. لما كنتكلم على الشرطه اذا كنقول الرئيس. الناس كلهم ما شافوش هذا المشكل. ما نعرف، هذا السؤال يؤرقني ويحيرني. ما هو السبب في صمتهم وفي عدم تطبيق القانون؟ تطبيق القانون. مثلا لو اختيار الراس كنهضروا على واحد الاقامه سكنيه المفترض انهم غيسكنوا فيها الناس مواطنين غيشتروا الشقق ديالهم تما. وتم التغاضي على كما قلتي على المساطر القانونيه، كان خصو يلجا السيد هذا باش انه ياخذ الرخص ديالو القانونيه. فواش هاد الناس ما فكروش في السلامه ديال هاد الناس؟ واش هاد السيد راه خطير خطير، واش السيد غيبني هاد العمارات في لي نور القانون ولا لا؟ راه هذا اشكال خطير، لان مؤامره بارواح المواطنين. شوف، لان هنا استهتار، هذا اعتبره ان استهتار بامن وسلامه المواطن، وان المواطن دائما كيمشي في ايده. لما واحد بنا بتعمد التجاوز ديالو بلا رخصه بلا بيروت كونترول بلا مختبر بلا واحد كيت شونتي بلا واحد البيفي شونتي اللي كيدار ما بين المصالح المتداقله اللي كتراقب وكتاشر ليه، هادشي خطير. واش هو البيتو ارمي؟ لما كنتكلم على البيتو ارمي، البيتو خاصو يمشي للابوراتوار باش يشوف واش داك البيتو واش في لينور ولا ماشي في لينور. الحديد واش احترم النوع ديال الحديد؟ لان راه وزن انا ما وزن. اذا فينو كيتشونتي؟ كنهضروا على العمارات. ايه فين؟ هادشي خطير. من يحميه؟ من يتستر عليه؟ انا راه انا راه ضايخ ليا المزاج. انا وفي دولة القانون ومؤسساته كاين التجاوز، راه إشكال يندال له الجميع. كيف؟ علاش؟ واش هنا شي مواطن شي معلي وشي مدلي؟ دايرين بحال العنك العنك ديال العنب، شي شاضل وشي عاطي للشمس. احنا مغاربة، لا تشبتوا بالعرش العلوي، لا تشبتوا بالملكية، نحن سواسية. راه سيدنا في خطاب العرش لما كيقول أيها المواطنون أيها المواطنات شعبي العزيز، الكل يتساوى أمام المؤسسة الملكية. لأن هاد المشاكل وهاد الاحتقان، جو الاحتقان، راه الزمن قد ولى. وهادشي حنا كمغاربة أحرار وشرفاء كيضرنا الخاطر ديالنا وكنتألموا، لأن ما نصبغ إليه أن المغرب بغيناه يولي دولة لها مقدمة من بين الدول والأمم. ما المانع؟ كل شيء عندنا في هذا البلد، الموارد البشرية كاينة، الخيرات كاينة، كل شيء. تنقصنا الإرادة وربط المسؤولية بالمحاسبة،
اللي هي اللي كنتج عليها عدم التوزيع العادل للخيرات هذا الوطن. هذا الاهدار ديال رابط المسؤوليه بالمحاسبه سمعنا بان الجهات المختصه تفاعلت بشكل ايجابي مع الشكايه ديالكم وتم فتح تحقيق في هذا الموضوع. اييه هنا عطاني واحد الانطباع ديال الارتياح. جات اللجنه ربما مختصه. كاين اجراءات حنا ما بغيناش اخي عبد الله. خلي الامور تكمل فهمتي؟ باش ما نديروش ديك الشوشره عليهم. فهمتي الامور غادا انا اتمنى وعندي واحد الحس اللي كيقول لي اطمئن امور غادا في اتجاه الصحيح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.